Азерича зачищен промзона и Азовсталь. Все порт, по ним мы сейчас выставляем. На той стороне порт тоже забрали. В городе идет зачистка, точечное выявление. Подразделение совместно с ДНР и с войсками. Наши подразделения работают и защищают. القوات الشيشانية تلعب دورا محوريا في سير العملية العسكرية في مدينة ماريوبول. محللة تتحدث عن أن أعداد المقاتلين الشيشان تقدر بالآلاف، البعض منهم يشارك في الأعمال القتالية داخل معمل أزوف للحديد والصلب منذ البداية، والبعض الآخر أنهى مهمته في تحرير سكي ماريوبول وتم نقله لمعارك المدينة الصناعية. الآن في مرافقة كتيبة شيشانية تتحرك الآن نحو معمل أزوفستال. كما نلاحظ أعداد هذه القوات الشيشانية كبيرة للغاية، نلاحظ هي معدات عسكرية من العيار الثقيل. الله أكبر في سبيل الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. كما نشاهد قوات الردع الشيشانية تقوم الآن بالقصف على نقاط تابعة للقوات الأوكرانية. ситуация под контролем, тебе сказать я не могу, потому что буквально полчаса назад по нам летели мины. نحن الآن على خط المواجهة الأول بين القوات الروسية والأوكرانية. كما نلاحظ هذه هي إحدى كتائب المقاتلين الشيشانيين والتي تدور بينها وبين مقاتلين أوكرانيين معارك طاحنة في أزوف استال. المعركة هنا أشبه بحرب شوارع تبعا لإحداثيات الأعمال القتالية وطبيعة المنطقة التي تجري بها. كما نلاحظ حجم الدمار كبير جدا، أصوات القذائف وذوي الرصاص يملأ هذا المكان. لا أخفيكم الحقيقة بأن بعض الجثث موجودة حتى الآن في أراضي المدينة. لابد لنا من التحرك قليلا نحو الأمام لنرى ما يحدث هنا. هناك بعض الجنود. ребят, вы откуда сейчас пришли? Какая там обстановка? Отлично. سلام. يعني كما نلاحظ وكما نرى حجم الدمار كبير في المدينة. نعم، يطلبون منا الآن الذهاب. عبد الجواد الرشد لقناتي العربية والحدث، ماريوبول.